في تطور الأحداث، عمليات اغتيال تطال أحد ممثلي المرشد الإيراني في محافظة فارس. المعلومات ربما شحيحة حتى هذه الساعة، إلا أن من أقدم على العملية انتحر فيما بعدها. هذه العملية هل تعتقد أنها تأتي في سياق الاختراقات أم ربما تأليب الداخل كما يحصل في أغلب الأحيان؟ الاثنين، ما هو اختراق وصلك للي عنده دوافع فقلبته بطريقة أو بأخرى. يعني ممكن يكون هو عنده الدافع لكن محتاج من يعطيه مال حتى يؤمن مستقبل أبنائه من بعده على سبيل المثال. فدي اختراق وتقليب داخل، لأن فكرة الجاسوس العادي الحياة غالية، يعني حتى لو اديته ملايين، يعني فكرة إنه يقوم بعملية ويقتل نفسه مش منطقية. لكن ممكن جاسوس ثالث، طرف ثالث، يديله سلاح، يديله معلومات، يديله خطط، يديله أموال، طبعا هو مش هيستفاد بيها لأنه هينتحر، يديها لغيره، يسهل له عملية الدخول، يسهل له عملية البوابات. فالعملية دي مركبة، لكن الاختراق الإيراني الإسرائيلي في المجتمع الإيراني أكتر مما حد يتخيل. وأحمد النجاد قالها في لقاء متلفز إن هو عمل وحدة لمكافحة الجاسوسية، اكتشف إن إسرائيل جندت قائد الوحدة.